أيها الإخوة المؤمنون، دائما مع ليالي رمضان ومع القرآن الكريم نلتقي في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، الشيخ مصطفى إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني على قلبها
سنين. فإذا الذي
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيهما فقتلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما
استحياء. بالتقوى استمعتم واستمعنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إلى الشيخ مصطفى إسماعيل وهو يتلو علينا هذه الآيات البينة من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة المؤمنون، دائما مع ليالي رمضان ومع القرآن الكريم نلتقي